شوف، قضية الانسحاب القوات الأمريكية لا أعتقد أنها ستكون قريبة. زين، أنت في مقدمتك قلت ماذا فعل الرئيس السوداني حينما ذهب إلى أمريكا؟ لم يناقش ملف الانسحاب بالمطلق أبدا، ولم يفتح هذا الملف بالمطلق. لكن قبل الذهاب، لا مو يجوز مثلا بالاجتماعات الخاصة حكى على الموضوع، لم يناقش هذا ولم يكن ضمن الملفات بالمطلق. ليش؟ لأنه أكو لجنة في بغداد شكلت قبل ذهابه، عراقية أمريكية، تعنى وتعطي تقريرها النهائي عبر اجتماعات متكررة بين الطرفين على أساس. أنا قاعد ويا صاحب قرار أتحدث باللجنة. لا مو شوف، هناك القرارات مو ارتجالية كما يبدو. لا لا لا، إحنا قاعدين في البيت الأبيض، يعني وين راح ما ناقشوا الملف العسكري أبدا، وملف القوات الأمريكية لم تناقش بالمطلق. مع العلم استحى السوداني يناقشها، لا مسوي اللجنة مع العلم على انه السودان شخصيا. لا بس انت ترجع لتسوي اللجنه، شنو مسوي اللجنه؟ وين عم سوي اللجنه؟ هي لجنة، هاي اللجنه شنو مسويتها؟ هاي اللجنه موجوده من زمن تجدد كرئيس وزراء لا قبل الكاظمي. قبل الكاظمي اي، بس بزمن الكاظمي جددت، مو صار ضغط بها جددت بزمن الكاظمي جددت بعض يعني المراقبين. المهم شوف النتيجه، ملف وجود القوات الامريكيه لم يناقش، لكن رئيس الوزراء هو مع اخراج القوات الامريكيه.